بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد أحبائي، إذا تم إيجاد حطام طائرة الرئيس الإيراني وكل من كانوا على متنها، كيف حالتهم؟ كيف وضع بقاياهم؟ كيف تم إيجاد الطائرة؟ وما هي خبايا هذا الموضوع برمته؟ هنكشفها لكم في هذه الحلقة. في الحقيقة معانا معلومات هامة وخطيرة في هذا الفيديو، وجزء منها لن تسمعوه في قنوات الأخبار. فقط اعملوا لنا لايك أحبائي، ارفعوا لنا ريت هذه الحلقة، بارك الله فيكم، ولا تنسوا الصلاة على النبي في التعليقات، كتب الله أجري وأجركم. ولنبدأ على بركة الله، وتعال أحكي لك. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أصدقائي. دعونا نبدأ من طائرة سي 17 الأمريكية التي كانت موجودة في الأجواء الأذربيجانية، لأنه ظهرت معلومات جديدة حول هذه الطائرة. أمس كنا إحنا السباقين من مصادر صينية، أكدنا لكم أنه فعلا كان هناك طائرة أمريكية عسكرية عملاقة من نوع سي 17 موجودة في الأجواء الأذربيجانية. أمس الوحيد اللي نشر هذا الخبر باكرا كان التلفزيون الدولي الصيني، وجبنا لكم نص الخبر. اليوم بدأ الجميع يتحدث عنه، وقبل ساعات من الآن قامت قنوات ومواقع روسية بتأكيد هذا الخبر. إذن فعلا كان هناك طائرة سي 17 في الأجواء الأذربيجانية أثناء لحظة اختفاء طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. المثير للريبة أكثر أنه بعد اختفائها هذه الطائرة قامت بالمغادرة من الأجواء الأذربيجانية عبر العراق، سوريا، الأردن، ثم هبطت عند الفريق ألف، هبطت في الكيان. هذه المعلومات مؤكدة. بل اليوم المواقع الروسية قبل عدة ساعات نشرت لك خط سير هذه الطائرة. هنا تشاهدون كيف أن الطائرة فعلا كانت موجودة في أجواء أذربيجان، وكيف غادرت، وكيف كان خط سيرها نحو الكيان بعد اختفاء طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. والأكثر ريبة من هذا كله أنه التلفزيون الصيني بيقول لك أنه الطائرات الأمريكية من هذا النوع لم تقم بخط السير هذا إلا قبل أكثر من سنة. ففجأة أنه هذا حصل أثناء اختفاء طائرة الرئيس الإيراني، وأنها طائرة أمريكية كانت موجودة قرب الموقع فوق الأجواء الأذربيجانية ثم هبطت في الكيان. هذا كله يضعنا أمام الكثير من التساؤلات. هل تم التشويش على طائرة إبراهيم رئيسي؟ موجات تشويش طفت الطائرة وجعلتها تسقط، لم يعد بإمكان الطيار التحكم فيها. احنا للأمانة يوتيوب، انتوا عارفين احنا عشان نضع كل الفرضيات أمام المتابعين، أما الانطباعات هذه ترجع لكم، احنا بنوضح لكم كل الحقائق. طيب دعونا من هذه الآن هنتعمق في هذه المسألة، وقد يكون لها تحقيق خاص آخر. تعالوا نتكلم في عملية إيجاد طائرة إبراهيم رئيسي، أو بالأصح حطام الطائرة. من اللي وجدها؟ طائرة تركية. طبعا تركيا من أمس عاملة فرح لأنها أثبتت للعالم تفوق التقنيات التركية. نوع الطائرة هو أكينجي، وهذه ليست أكينجي للعالم كله يعرفها، وإنما طائرة أكينجي صممت خصيصا لعمليات البحث والإنقاذ. إذا طائرة تركية من نوع أكينجي هي التي وجدت الحطام. الطائرة هذه مزودة بكاميرات وتقنيات تقوم بالبحث الحراري، هي كانت تبحث عن أي مصدر حرارة، وهذا الفيديو يوريك المصدر الحراري اللي هي اكتشفت فيه موقع الطائرة، لأنه الطائرة بالفعل تسرب منها الوقود واشتعلت. وهنا سؤال هام، الجميع يتساءل كيف إيران المتفوقة في مجال صناعة الدرونات والتي تصدرها لروسيا استعانت في النهاية بطائرة مسيرة تركية؟ لأنه ببساطة الطائرات الإيرانية متفوقة في العمليات الهجومية، أما عمليات البحث بعض الأشخاص من الجانب الإيراني أمس بيقول لك أنه نحن لا نمتلك هذه التقنيات التصويرية الحديثة بسبب الحصار الأمريكي. ودعونا هنا نوضح لبس آخر. الكثير من أمس بيقول لك أنه فرق البحث الإيرانية بعد 15 ساعة لم تصل إلى نتيجة، بينما الطائرة التركية خلال فترة محدودة اكتشفت موقع الطائرة. ببساطة عشان تفهم انه الطائرة التركية وصلت الى الحطام بشكل سريع لانه الايرانيين حددوا لها مربع بحث 20 كيلو متر مربع فقط. 20 كيلو متر مربع بالنسبة للطائرة تقوم أو تتبع تقنيات البحث الحراري، هذه مسافة صغيرة، علما أنه في حوادث طائرات انضمت 20 و30 و40 دولة في عمليات البحث. استمرت عمليات البحث سنوات، حتى اليوم من أكثر من 10 سنين الطائرة الماليزية لم يتم إيجادها. ليش؟ لأنه منطقة البحث مفتوحة،
ملايين الكيلومترات المربعة، بينما عملية البحث عن طائرات إبراهيم رئيسي كانت محصورة بحسب ما حدد الإيرانيين الأتراك 20 كيلومتر مربع. هذه الخريطة اللي أمامك توريك خط سير الطائرة التركية أثناء قيامها بالبحث عن طائرة إبراهيم رئيسي، وترون مسارها الحلزوني. الطائرة لم تقم بالكثير من الدورات في المنطقة حتى اكتشفت حطام الطائرة. البعض يعلق على هذه الصورة التي خرجت قبل عدة ساعات ويقول أن الطائرة التركية بحثت في مسارات صغيرة ومحدودة، وأنا أحب أقول لك لا، على ارتفاع قرابة 3000 قدم بإمكان الطائرة أن يكون عندها مجال رؤية واسع. أنت تراها تصير في خط ولكنها في الحقيقة تغطي مجال رؤية كبير جدا. عندنا كذلك هذه الصورة التي توضح أن عملية البحث كانت تجري في 3 مواقع مختلفة، وأنا أمس قلت لك هذا الكلام قبل الجميع، قلت لك معنا معلومات أنه في 3 مواقع مشتبه فيها بسقوط الطائرة، وإلى الآن إحنا مش عارفين ليش 3 مواقع على بعد 10 كيلومتر 6 كيلومتر، مع أنها تعتبر مسافات قريبة نسبيا. المربع الأحمر هذا اللي أضاع الإيرانيين وقتهم في البحث فيه، كانوا بيبحثوا في المكان الخاطئ. ليش؟ لأنه ببساطة لا يمكن دخول السيارات إلى هذه البيئة. منطقة اللي سقطت فيها الطائرة هي تضاريس جبلية وديان وجبال وغابات خطيرة، لا يمكن للسيارات الدخول فيها، ولذلك كان فريق البحث الإيراني يتقدم على الأرجل، كانوا بيمشوا مشي ويغطوا مسافات، بينما الطائرة التركية حلقت من فوق الجميع وكان لديها مجال رؤية أكبر، وبالتالي استطاعت تحديد موقع الحطام. طيب كيف كان حال الطائرة أثناء العثور عليها؟ الطائرة كما تشاهدون في الصورة كانت متفحمة تماما، الجزء الوحيد اللي نجا منها هو ذيل الطائرة، هو الوحيد اللي نجا من الحريق، وهذا تجدونه دائما في كل حوادث الطائرات، حتى في الطائرات المدنية التجارية كالبوينغ. فور الارتطام بالأرض ينفصل الذيل والدفع لأنه أضعف مكان في جسم الطائرة، بينما بقية جسم الطائرة يقوم بالاحتراق. إذن الطائرة تفحمت تماما، بل جزء منها تحول إلى رماد، أما كل من كانوا على متنها كذلك لاقوا حتفهم وتفحموا. بيقول لك أنه كثير من الجثث لا يمكن التعرف عليها، ولكن الطب الجنائي وتحاليل الدي ان اي ستحدد هوية كل جثة. الوحيد اللي نجا من الاحتراق ولا زال جسده يمكن التعرف عليه نجا من الحريق هو وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، هو الوحيد اللي يمكن التعرف على جثته، لم يحترق، لاقى حتفه أيضا. إذن الجميع لاقوا حتفهم على متن هذه الطائرة، وأنا قلتها لك قبل 7-8 ساعات من إيجاد الطائرة، الموضوع انتهى، الجميع في ذمة الله، لا يمكن النجاة من هكذا حادث. وكما تشاهدون موقع تحطم الطائرة، مكان تضاريس يصعب الوصول إليها. ولكن أنا عندي سؤال، هم مش أمس كانوا بيقولوا في ضباب وأمطار غزيرة وثلوج، كذلك المطر بدأ يتحول إلى ثلج ودرجة الحرارة نزلت إلى 0. الواضح في الصورة أنه لا في ثلج ولا في أثر سيول ولا في شيء من هذا القبيل. هل كان بعيد؟ هم طبعا وجدوا الطائرة على بعد 10 كيلومتر من موقع البحث اللي كانوا بيدوروا فيه أمس. فهنا أنا المسألة هذه أنا مش فاهمها، لأنه واضح أنه المكان صح واصلا. وهكذا انتهت تفاصيل هذا الحادث، أما تداعياتها وخباياها وما وراءها، الموضوع هنا لا زال هناك تحقيقات طويلة، والموضوع لن يعدي سهالة. ليش؟ ضع في حسبتك شيء، أنه إبراهيم رئيسي هو الرئيس الإيراني الوحيد اللي في حقبة السياسية تم توجيه ضربة مباشرة للفريق ألف وضربة كبيرة. هل لهذا علاقة تغيير عقيدة إيران النووية، علاقة الاجتماع السري اللي حصل قبل يومين، علاقة الكثير من التقارير حول العالم تتحدث عن عملية اغتيال، بل في تصريحات أمريكية انه يشتبه ان يكون هذا عمل اغتيال. حتى الآن لم يصدر التقرير النهائي، وهذا قد يحتاج ممكن على فكرة 2-3 تحقيقات في سبب تحطم الطائرة. اما اذا كانت عملية تشويش فهذا لن يستطيع أحد معرفته إلا الناس في مركز الاتصالات والقيادة، لأنه انت ركز معايا، هذه الطائرة هيلوكوبتر، انتوا عارفين أنه حتى الطيار لم يقم بتوجيه نداء استغاثة. نحن هنا لا نتحدث عن طائرة مدنية انفجرت بالجو، نحن نتحدث عن طيار عسكري، طيار هو عمله طبيعة واصلة الخوذة والسماعات وأجهزة الاتصال، ومتصل بشكل دائم بغرفة التحكم والقيادة والسيطرة، وبيقود طائرة رئيس الدولة ومعاه أكبر وزراء فيها وزير خارجية.
وقائد الحرس الثوري الإيراني في أذربيجان، المحافظة أذربيجان هي هذه الإيرانية وليست دولة أذربيجان، فهو على اتصال مباشر كيف تحطمت الطائرة وسقط ولم يقم بتوجيه نداء استغاثة أو حتى يبلغ نحن نسقط في الموقع التالي. قد تكون كثير من المؤشرات تشير إلى عملية تشويش على الطائرة فصلت كل أجهزتها. ثانيا في سؤال غامض آخر، إيش اللي خلي رئيس إيران واحدة من أقوى الدول في المنطقة ولها علاقة بكل الأحداث الساخنة فيها، لها تحالفات كبرى وعدوات كبرى، ياخذ نص أعضاء، ما هو كان معاه وزراء كثار اللي في الطيارتين الثانيات اللي نجت، يخليه ياخذ أكبر مسؤولية الدولة ويروح للحدود مع أذربيجان أكبر حليف للكيان عشان يفتتح سد. وما نقولش أكبر سد في إيران، أكبر سد في المنطقة، سد عادي أصلا. إيش اللي يخلي رباطية المعلم كلها تروح هناك؟ في الكثير من الألغاز حول هذه القضية، هل هي اغتيال، هل هو حادث طبيعي، إيش اللي حصل بالتفصيل؟ قلت لكم أنا أمس قد لا نعرف هذه الحقائق إلا بعد سنوات أصلا. شوفوا أنا عندي قناعة إنه الإيرانيين عارفين كل شيء، المخابرات الإيرانية عارفة كل شيء وكانت على تواصل مع الطيار والمساعد والتقني قبل التحطم وعندهم تفاصيل إيش اللي حاصل. رأى جهاز المخابرات الإيراني مش سهل، عارفين ولكن متكتمين على أشياء. هذا النوع من الحوادث مش سهل اختيار رئيس دولة، لا تعتقد إنه كل واحد يطلع يمسك المايك ويقول لك إيش اللي حاصل، ولكن عندي قناعة ويعني المنطقيات تقول لك كذا إنه الإيرانيين عارفين إيش اللي حصل، عارفين هل هي عملية اغتيال أم حادث طبيعي أم عملية تشويش أو إيش اللي حاصل، ولكن بس مصالح الدول تستدعي عدم الإفصاح عن أي شيء الآن. أنتوا عارفين لو توفي رئيس بيخبوا خبر، لو توفي طبيعي ملك ولا رئيس يخبوا الخبر، يخبوه أيام لما يرتبوا كل حاجة عشان ما يحصل أي شيء في الداخل، فما بالك عملية اغتيال رئيس ومعه وزير خارجيته. إيش اللي حاصل في القضية هذه؟ إذا طرأت أخبار جديدة في هذا الجانب أو انزاح جزء من الغموض سنعود لكم بحلقة أخرى. في ختام هذه الحلقة أحبائي لا تنسوا الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، دعمونا بلايك، بارك الله فيكم، واللي نسي صلي على النبي في التعليقات أكثره من الصلاة عليه، واذكروا الله كثيرا يذكركم، واستغفر الله العظيم لي ولكم أحبائي، وحتى أراكم في حلقة أخرى. هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعا.